هو محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب. عبد المطلب اسمه شيبة، وسمي بعبد المطلب، لقب بهذا اللقب لأن المطلب لما مات هاشم ذهب المطلب إلى أهل زوجته وفيهم أم شيبة اللي هو أم عبد المطلب. لما ذهب إليهم وحمل المطلب معه في دابته، وفي السفر أصابته الشمس فغيرت شيئا من لونه، فلما دخل به مكة ورآه الناس وهو راكب مع عمه المطلب اللي هو عبد المطلب، قالوا هو عبد للمطلب، يعني ده شنو؟ عبد له، يعني غلام له، فسمي بهذا الاسم.